صباح الخير، اخباركم؟ يلا اليوم هاد اليوم الثلاث. امبارح ما تفرجت في اليوتيوب لانني كنت مشغوله. هاد الصباح فقت خير وسلام، بانت لي البدويه دايره عزومه. قلت ما هذه العزومه؟ يمكن بنت خرجات، يمكن هادي. قلت ارى نشوف هاد الفيديو. لقيت دايره عزومه ديال الكسكسو، فرحانه. خليكم معايا اخوتي، وانا كناخد هاد اللقطه من الفيديو اللي مشات دوزت فيه شهر العسل نهار السبت. يمكن مشات دوزت شهر العسل يا وحميدو، وحيا لها الملائكه ديالها. ونهار الحد طلعت دارت ديك الفضيحه. هذا واحد من دوك الفيديوهات، نوريكم العزومه كسكسو. العزومه بنتها مازال ما تسالك حتى المحكمه، وجاو يتغداو. هي وحيدو، انا لله وانا اليه راجعون. شوف الفضيحه، واش فعلا هادي عند العقال ولا؟ قال لي موحدو راه هذا المصور اللي ولا جالس عند الدليل ديال داك الطربويج ديال كولومبو. دابا هادي واش مسخره؟ لا دعوا ما كيفرطوش في الليمون، وقلم حتى ياكلها تحط الليمون، وحطيتها ياكلوها وحيدي مسحي الطبله وتحطي الفروت. دابا هادي راه مازال ما سالاتش، مازال اخوتي ما سالاتش المحكمه. ديرها عزومه، العزومه ديال شي واحد مات. شوفوا واش دايرين، كيتخاطفوا بحال اللي جالسين بيبان ديال الجوامع. يا سبحان الله هاد الناس. وقت تحطي لهم حتى باب الجامع. اييه راه كلهم هادو يوتيوبرات، يوتيوبرات. انا كنقول لهم يوتيوبرات، كنجمع كلشي. غتحل لها الكوكوت، غتحيد لها ليها الصفاره. هادشي كطيب الكسكسو. شوف كيف دير لها الكوكوت. يلا المرا جابت الكسكسو من دارها ديال العزو. شوفوا كولومبو، كولومبو ولا جالس حداها. ايوا خوتي، هاد العزومه اللي دارت عيب. ما كنتيش ديريها، ما كنتيش ديريها. تقول لهم ما غادي نديرها حتى تخرج بنتي من الحبس ورجالاتهم ووليدها. هادي كتسمى كيف ما قلتيها، حتى 10 سنين يعطيهم 10 سنين ومالها؟ راه انا دوزت الحبس، جاتك من مصلحتك، عطاوك سيمانه اخرى باش تخدمي. لا كتهمك بنتك، ولا كتهمك، ولا كيهمك رجاله بناتك، ولا كيهمك شي حد، ولا امك ولا تحد. كيهمك نفسك والبزبوز اللي كتقولي للناس ما غتشربوش منه. ربديتي كتنزلي، غادي تنزلي والناس غادا تعيقبك، الناس غادا تعيقبك. شفتي دوك الجماعه اللي كنتي جامعه عندك اللي جيباهم من باب المحكمه ومطعمه مكسكسو بحال اللي دايره شي حاجه ديال الكنازه؟ هادوك راه كيضحكوا عليك. هادوك لداخل كي الداخل ديالهم، راه صدقي ولا ما تصدقيش، راه كيقول لك واحد المثال. سمع اللي بكيك وما تسمعش اللي ضحكك. انتي وليتي مسخره، اللي عزمتيهم على الكسكسو كيضحكوا عليك لداخل، كيقولوا اش هاد الهبله، ما انهم عمروا كراشهم. راه هادي هي الحقيقه، راه هادي هي الحقيقه كتقال عليك.
واش وحده بنتها في الحبس بقى ما داش المحكمه بقى ما سالاتش بقى ما سالاتش جيتو تغديتو جيتي تغديتو عزمتي درتي عاد دقاش اللي جبتيهم من الزنقه جبتيهم من الزنقه كلهم هادوك مصلحجيين راك كلهم كيعيروك لداخل حتى هاد العريس اللي ولا جالس عندك هاد كولومبو ما عرفناش علاش مضيع وقته معاك ما انه توا عارفك حريميه عارفك شلاهبيه عارفك راسك الطوفان ولكن ليش باقي يدير يدك في يدو لا يدك في يدو ما نعرف كتلفو بنادم على الهضره جالس كي لا بقى خدام لا ولا كيمشي عند مرتو عند ولادو وجالسه كتفتخي فيه وكتسناي الجاليه هي اللي تخلص لك المحامي سبحان الله ديك مدينه فاس خرجوا منا ناس دكاتره محاميين قودات يعني كانت واحد المدينه حضاريه مدينه اللي ما كان فيها لا مشاكل لا والو لما جاوا ليها اصحاب الضيعه اصحاب العروبيه هجموا على فاس سكنوا فيها داروا فيها الفضايح انا لحد لدابا شفت اليوتيوبرات يا سبحان الله كلهم جايين من الضيعه من العروبيه هادو كلهم اللي دايرين المشاكل ما شفت شي حد من الدار البيضاء من المدينه ودير هاد المصايب الكحله الا اصحاب البادو الجاهلين دخلوا المدينه فاس وداروا فيها الفضايح معنا في مدينه فاس يعني عمرنا ما سمعنا على مشاكل ولا ناس تخاصمات ولا عائلات يا ركينين العائلات كل ما كاينش الدار اللي ما فيهاش المشاكل ولكن الناس ما كتطلعش مشاكلها كيف ما طلعوا هاد البدويين هاد الجاهلين اللي جاوا من البادو وجاوا للمدينات وبداو كيخربوا في المدينات شكون اللي وراهم الله اعلم شكون اللي ورا هاد البادو اللي كيدمروا في الشعب المغربي وكيدمروا في ولاد المغاربه كيدمروا لكم في ولادكم كيدمروا لكم في الشباب كيدمروا لكم في عائلات صدقوني ما تبقاوش تفرجوا في هاد الناس هادو خصهم يحيدوا من اليوتيوب لانه دمروا عائلات بزاف خلاو عائلات بزاف كيتخاصموا على قبل البسبوس كما كتقولها هي على قبل البسبوس ولاو الناس كيتخاصموا لا اليوتيوب بقى كيما كان ولا التيك توك بقى كيما كان اخوتي تيك توك عمر عاب المثليين والعاهرات تيك توك مابقى حتى حد كيدخل ليه لانه عمر توسخ وزادوا تهادوا وسخوا اليوتيوب واش شفتوا شي واحد مثقف ثقافه قاري طالع كيدار مع والديه ولا مع خوتو ولا مع ولادو لا الا هاد الجهلاء اللي نزلوا من الضيعه من العروبيه هما اللي ولينا كنشوفهم اخوتي في اليوتيوب دايرين هاد الفضايح دايرين هاد الفضيحه طامو الدنيا هادي راه ما كرهتش هاد الانسانه هادي اكثر وحده طامعه في الدنيا طامعه في الفلوس اليوتيوب لا هي هادو جوج ناس خاصهم يحيدو من اليوتيوب الزروالي وهادي ماشي زعما انسان غير منها ولا لا لا ما عندناش علاش غادي نغيرو منها
ما عدناش لاش غادي نغيرو من هاد الانسانه، انسانه جاهله ما نسميهاش حتى اميه، انسانه جاهله، انسانه حقيره، انسانه ما كتبغيش حتى ولادها، ما كتبغيش عائلتها، كتبغي نفسها والطوفان. عمر الفلوس ما كانوا كل هي كل شيء. الا كانت عندك الصحه راه هي فلوس، الا كان عندك العقل راه هي فلوس، الا كانوا عندك ولادك في صحتهم وقارين وواصلين حتى هي راه نعمه من عند الله فلوس. ما كانش عندك هاد الشيء وكان عندك الفلوس، الفلوس لا تسوى شيء ما بين صحتك وتريكتك وعائلتك. منين يكون عندك الفلوس وما قادرش تاكل الخبز فيه الملحه اش كتسمى هذيك؟ منين يكون عندك الفلوس وانت لابسه الدايبر لي كوش ما تقدريش تمشي للحمام؟ منين يكون عندك الفلوس ما تقدريش تمشي على رجلك اش غديري بيهم؟ الصحه راه هي فلوس، الصحه هي فلوس. وكتشوفوا وليداتك في صحتهم، كتشوفي عائلتك في صحتهم، حتى هي هذيك راه فلوس، هذيك نعمه كتكون من عند الله. اللي عنده الصحه عنده كل شيء، اللي عنده الصحه عنده كل شيء. هذه ما كتفكرش، هذه لا فيها سكر ولا فيها ملحه وما فيها حتى شي حاجه. والفضيحه اللي دارت قبل ما تسالي المحكمه ما كانتش ديرها، كل الناس عاقبوا عليها، كل الناس انتقدوها في هذه، ومازالت تشوفوا بزاف ديال الحوايج. عندها واحد السيمانه غتخدم فيها مزيان، غتضحك، غتغني، غتشطح، وولات كدير لكم واحد الحركات يعني عيب. مراه في سنك وليتي كتولي ديريها، وراه كديرها كل دايما كل نهار فما كديري فيديوهات واللايفات كديري ديك الحركه. انا ما كنتفرجش، ما كنديرش، كنتفرج كنشوف الحركات ديالها اللي كدير، حركات كدير عيب. هادي واحد الانسانه عاهره، هادي انسانه عاهره كدير شي حوايج الناس كاع ما كتنتبه ليها، الناس تابعين اشحال دخلت وشحال راني ندخلوا من وراها. بس اما هي الجلسه، الجلسه اللي كدير انا غادي نقول لكم الحركات وغتشوفوا الجلسه اللي كدير وايديها فين كتحطها. مرا دايره لايف وكتربع رجليها وبنتها مطوله ليها الكاميرا، علاش ما كتحطيش الكاميرا قدامك فوق الطبله كما كيدير اي واحد؟ كتبيني على النص ديالك ماشي كتبيني رجلك مربعه فوق السداري وخاشيه يدك ما بين فخادك. ما لاحظتوش هادشي الناس؟ اللي لاحظها يكتبها واللي ما لاحظهاش يقول لنا ما لاحظناش. هادي انسان عاهره لانها بدويه، لانها بدويه. ما لاحظتوهاش؟ ليش ما كتحطيش تليفونك قدامك؟ ليش بنتي كتبقى شاده يا تشدو؟ ولكن تبين لك على النص ديالك كيف ما دايره انايا معاك، ما تبينيش التحت ديالك، ما ديش حك لينا فخادك يا العاهره. خليتكم على خير اخوتي. هاد الانسان راه كتمنى البنت 10 سنين وانا ما كنتمنهاش لبنتك، كنت كنتمناها لك. هذاك الحبس والله ما بغيته لبنتك، ولكن مشاو ضحيه. انا داك الحبس بغيته لك انتي، صراحه انا داك الحبس بغيته لك انتي، ما بغيتوش لبنتك، لان بنتك ضحيه ورجاله بناتك ضحيه. وبكلامك انتي كل هالناس كتمشي، عائلتك كلها كتمشي بكلامك، وانتي سببهم في داك الحبس، انتي سببهم. وكنتي عارفه داك النهار عندك المحكمه مع ندى حسي وعيطوا لك وقلتي لهم انتشروا انا في المحكمه،
ودرتي لعبتك وصيفطتي بنتك وولدها للحبس ورجالات بناتك، فهمتي يا البدوية؟ حسبي نقولك حسبي الله ونعم الوكيل فك، والناس بدات كتعاقبك بالشي اللي درتي البارح. درتي عزومة وبنتك ما خارجاش من الحبس، لا لا المرأة منين تقولك غنجيب لك الكسو قول لا بنيتي انا ماشي في طاقة الكسكسو، سمحوا لي يا الناس انا ما غندير حتى شي حاجه نهار اللي تخرج بنتي نذبح عجل، نذبح عجل ماشي على الكسكسو ندير لكم، ندير لكم الشوا والمحمر. دعوا لي مع بنتي تخرج، ولكن لا انت حاجه واش تكوني ام؟ ما عندكش الاحساس ديال الام، والله ما عندها احساس الام هادي، والله ما عندها خوتي هادي احساس انسانه ام، هادي انسانه وسخه، انسانه تابعه البزبوز باغيه تطلع القناه ديالتها باي طريقه توصل لمليون. هادي لما عرفتش اخوتي هاد الانسانه راه بداو يعيقوا بك الناس، راه قالوها لك قالوا لك عيب ديري عزومه وبنتك مازال ما خرجاش، كل الناس كتعيط لك كتقول لك واش بنتك خرجات؟ قلتي لي مرة انا قلتها في داك اللايف ورانا كتبتها في واحد الفيديو بنتي ما خرجاش، كيقولك علاش درتي الكسكسو ياكلوا فوق ناستك؟ خليتكم على قرقوتي، رانا ملي كندخل كنتعمق في هذا الشيء ما كنبقاش نعرف ما نقول، لان الانسان ملي كيطول فيديوهات ولا في شي حاجه كيبدا يتعمق كيبدا بزاف ديال الحوايج يخرجوا ليه فمه. خليتكم على خير، ديروا لي لايك وبارطاجيو الا بغيتو، انا ما غنبقاش نقول لكم ديروا لي لايك وبارطاج، وشكرا بزاف على القلوبه على كلامكم الزوين. يلا خليتكم على خير، باي باي.